بعد شهرين من الاضطرابات بسبب احتجاجات ضد السياسة الحكومية ووقوع قتلى وجرحى، رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يوافق على تنظيم لقائنا اليوم الثلاثاء يجمعه بوفد ممثل للمعارضة. المبادرة اقترحها اتحاد أمم أمريكا الجنوبية الذي يحاول التوسط لتيسير الحوار بين الطرفين من أجل الخروج من الأزمة التي بدأت تتخذ أبعادا مثيرة للانشغال. المعارضة تشترط بث اللقاء في التلفزيون والإفراج عن المعتقلين وحل ما تصفه بالميليشيات المولية للسلطة. منذ الرابع من فبراير الماضي يواجه مادورو احتجاجات عنيفة تطالب بتحسين ظروف المعيشة والأمن في البلاد، وتتطور في كل مرة إلى مواجهات مع قوة الأمن خلفت حتى الآن 39 قتيلاً.